شرفنا تكون معنا على التليفون الأستاذة سهام نجم، رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والمجتمع. أهلا بك يا أستاذة سهام. أستاذة سهام، ايوه اهلا بيكي، ويعني عايزين نعرف منك اخر الاخبار حول المنتدى العالمي للتعليم والمهارات، وطبعا اللي اقيم في دبي بمشاركه مصريه. اهلا بحضرتك. انا فعلا شاركت بالحضور للمؤتمر العالمي للتربيه والتعليم والمهارات. الحقيقه المنتدى كان بيضم حوالي 174 دوله من منظمات غير حكوميه ومن ممثلي حكومات سابقين ومن مؤسسات داعمة ومموله للتعليم ولكثير جدا من الفئات المهتمه بالتعليم اولهم الطلاب طبعا. وده الحقيقه بيدينا مؤشر مهم جدا ان التعليم في المستقبل، المستقبل كمان مش هنقول بعيد، القريب جدا، هيتغير بشكل ملحوظ خلال الفتره القادمه. يمكن في غضون 3 سنوات هيبتدي ياخد اشكال مختلفه ومتنوعه، والتعليم مش هيعتمد بس على المستوى التحصيلي للطالب او لطالب العلم، سواء كان طالب داخل الصفوف النظاميه المدرسيه او كبير عايز يلتحق ببرامج التعليم في قطاعات مختلفه من تعليم الكبار. ولذلك احنا مهتمين جدا بان احنا نشوف التعليم في العالم بيتجه ناحيه ايه، واحنا لابد ان يكون لنا مشاركه قويه وفاعله لتحديد مسارات مهمه جدا لتطوير التعليم والتعليم والمستقبل لابناء الانسان طبعًا. العربي طبعا الذي يساعد بعد كده في انه يقدر يبني مجتمعه بشكل جيد. جميل استاذه سهام، يعني منتهى الاهميه المشاركه، المهارات المشاركة أيوة. المصرية حضرتك وأهميتها، كمان التوصيات اللي خرجتوا بيها من المؤتمر في صالح المواطن المصري والعربي طبعا في مجال التعليم والتعلم. الحقيقة كان في سيشن خاص بالمنطقة العربية، كان أمس امبارح الفترة الساعة 11:30 صباحا شاركنا فيه بشاركة جيدة، وكان الحقيقة التوصيات كانت بتصب حوالين ان اول حاجه ان التداعيات والمؤثرات والتحديات العالميه اللي بتنقض ظلها على منطقتنا العربيه لابد ان يكون هناك موقف عالمي انساني اخلاقي لحد الحد من هذه التدخلات طبعا. اثنين، ان يكون هناك تهدئه داخل هذه المنطقه، الحد من العنف والحد من الارهاب. ثلاثه، ودي من التوصيات اللي كانت مهمه جدا، إن المناخ اللي موجود في منطقتنا العربية هو قابض على حركة المجتمع المدني طبعا، ولابد من أن تكون هناك سياسات قوية تدعم تواجد المجتمع المدني الذي يدعو إلى فكرة العدالة الاجتماعية في التعليم طبعا، ولابد أن يكون التعليم واصل لكل أطفالنا وأبنائنا المهيئين داخل المؤسسات التعليمية، وألا تكون الجودة مقترنة بدفع بدفع تكلفة عالية. نعم لأن طبعا. الجودة أنا جودة مسألة مهمة، ولكن طبعًا. أنها تبقى قصرة على قطاع من الطلاب دون القطاع الآخر دي مسألة أكيد في منتهى أكيد. طيب أستاذة سهام، يعني بالنسبة للجوائز اللي تم توزيعها، إحنا من الأخبار عرفنا أنه تم تكريم بعض المعلمين اللي أسهموا بشكل كبير في تطوير مناهجهم أيوه. وكان لهم يعني إضافة في مسألة تعليم الطلاب، تقدري برضو تكلمينا عن هذا الموضوع؟ الحقيقة المعلم كمان بيواجه بتحديات ضخمة جدا الفترة الجاية، لأنه لازم يمتلك قدرات ومهارات عالية جدا عشان يقدر يواكب التعلم المستقبلي طبعا. المهارات الموجودة، المهارات المهنية يعني بتخصصه، المهارات الاجتماعية في التواصل مع الآخرين والتواصل مع الطلاب، ليس الطلاب فقط ولكن أولياء الأمور والمجتمع المحلي وإدارات المدارس. المهارات الثالثة اللي لازم تكون موجودة يعني يمتلكها هذا المعلم هو المهارات التكنولوجيه. واعتقد العشرة الفاينل توب للمعلمين في العالم اللي كانوا موجودين امبارح على المسرح بتاع الاحتفاليه، العشرة كانوا موجودين على المسرح كلهم كان لهم دور فاعل جدا في مساله التكنولوجيا وعلاقتها بالتعليم والتدريس. طيب استاذه سهام، هل من العشرة دول في حد عربي؟ معلمه من بريطانيا خدت خدت الجائزه السنويه سنه 2018. يمكن حضرتك عارفه في 2016 كان اول جائزه وعطت لمدرسه من فلسطين. طبعا ايوه دي حقيقه. السنه دي اعطت لمدرسه امبارح من بريطانيا،
واعتقد رئيسة وزراء بريطانيا كانت على الاسكيب معانا على الهواء، ووجهت لها وجهت للمؤتمر رساله شكر وتقدير. المؤتمر اهميته كمان بتاتي من وجود سياسيين كبار جدا. طبعا الجور وساركوزي طبعا وممثلين طبعا وزراء استراليا كانت حاضره، الجور كثير كمان حصل دمج ما بين فكر التعليم والثقافه والفنون. يعني جميل. يعني التعليم بكل مراحله وبكل اشكاله. يعني كانت حاضره معانا المنتدى، وهي اصلا متزعمه برنامج خاص بتطوير التعليم للاطفال في المناطق الحرجه. كان هناك مغنيين ايضا دعموا وعملوا سبورت قوي لتطوير التعليم والمهارات المستقبل. جميل. يعني الحقيقه يعني كلام جميل جدا، ونتمنى انه يتم يعني الاخذ به في مدارسنا في العالم العربي بشكل عام، ويتم تطويرها والاستعانه بالتكنولوجيا. والحقيقه احنا برنامجنا برنامج العيله، لانه بيهتم بكل افراد العيله ومنهم طبعا الطلاب والطالبات، فكنا مهتمين جدا بهذا المنتدى. استاذه سهام نجم، رئيس مجلس اداره جمعيه المراه والمجتمع، شكرا جزيلا لحضرتك.